تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخواني أخواتي صباح الخير، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. صورة معكم هذه الجولة الصباحية هنا بضواحي زواندريخت، فصل الخريف، الأوراق كما كتشوفوا معنا، هاي الأوراق طايحة على الأرض. لا هذا الامطار الشتا سبت طوال الاسبوع باش نتلاقاو شهر الله عاد نفهم قلاتي ديال الماء. كانت سبت الشتا هذا الاسبوع ما بدون انقطاع، اليوم راه شويه ولكن بلي الجو غائم. الريح هذه تابغة، هذه اللي هنا نمشي وزارة الشعب. هاد الضرة حقوق ديال الضرة، الضرة ماشي كيدير الماكلة، كيدير كيخليوه يبس في الشجرة ديالو و كيديرو بلاد علف ديال البقار الماشية. هاهما نقربو شوية تما الطريق هذي ولا يكون شي واس مظاهر فصل الخريف. خرجت شويه ديال الشمس مزيان،
شامبينيو ديال الخل هذا نكتب وحده.